السلام عليكم ورحمة الله، معكم قلبي مرة أخرى في كتير الجديد إن شاء الله يعجبكم. اليوم بنخرج على العلا، مش معاش باش نخدمو على سي ام دي جيست التيتر ولا هذا برك، معاش باش نخدمو على سي ام دي، باش نخدمو على الكريبتاج والبرودكسيون تاع الفيشي بالبروغرام اللي اسمه اكس كريبت، اللي هو أشهر بروغرام بس تنجم تقولو الوحيد. باش نعطيكم البرانسيب تاع الكريبتاج. شنو هو البرانسيب تاع الكريبتاج؟ انو مثلا الفيشي هذا يعمل اكسس نتاعو مع الدخول نتاعو كان بالمود باس، متنجم تدخلو كان بالمود باس. باغ اكزومبل كونتر مثلا اختك ولا خوك ديما يفلفس في البيسي نتاعك، تحب يدخل اي فيشي، دونك انت لازم تعمل بروتكسيون كان بالمود باس، متنجم تدخل كان بالمود باس. دونك لازم تستعمل اكس سكريبت. اذا تحبو تهبطوا الاكس سكريبت هذا، اللي هو هذا، اذا تحبوا تهبطوا تدخلوا جوجل تكتبوا اكس سكريبت ويب سايت، اللي هو هذا الويب سايت بتاعو نوريكم من الستاب من الاول، تكتبوا في رشاش جوجل اكس سكريبت ويب سايت، يعطيكم الويب سايت نتاعو، هذا الويب سايت اوفيسيال وهذا نتاع الداونلود، نحب نوريكم الاوفيسيال. تكليكو على داونلود تجيكم هيك، تلقوا فيه 32 و64 بايت، معناها ما تخافوا. تقف على الاولى هي انستالاسيون كومبليت، معناها بروجرام كومبليت، ماهوش ديمو، ما يخافش عليك لا مود باس لا كلي لا انترنت لا حاجه. تكليكو عليه باش تجيكم انستالاسيون. هذا عندي مانيش باش نرجعو نصبو، انا لازم يكون عندكم ايدي باش يكون خفيف عليها. دونك نرجعو للخدمة تاعنا، بيجيكم في شيء كيما هكا، ميجيكمش في شيء كيما سوفتينيك. في شيء كيما هكا يهزكم تيليشارجمون أخرى، لا هذا تبتدي تيليشارجمون ديريكت، معناك تجيبولكم في شيء نتاعكم، في شيء انستالاسيون ديريكت من غير حتى تيليشارجمون أخرى. نعاود نذكر اللي السيت اب نتاعو سهل على الاخر، كان تسالي في جو بروغرام سامبل هو ديجا مسبوق عندي. دونك نخرجو نبدو في الخدمة صحيح ان شاء الله. انا نحب نحمي الفيشي هذا. من بعد ما نصلي البروغرام تكليك باليمين تلقى اكس كريبت، بعد تكليك على كليتي اش تدخل مود باس اللي عندك واللي تحب عليها انت، ما يردك لا تسيع بعد في شيء ما يتحلكش ولا يتحل بصعوبة كبيرة. هذا هو في شيء اذا تحب تدخل له اللي هو المود باس، شوف فيش تحل في شيء. اذا تحبوا تنحوا الكريبتاج يمشوا نفس الزيتاب، تلقوا في بلاصه كريبتي تلقوا دي كريبتي، تقص عليها كيف تعاودوا تدخلوا المود باس، ويرجع الفيشي كيما كان. اذا كنتوا تحبوا تبارتاجوا الفيديو لاصحابكم تبعثوا له، ما تحبوا حد يشوفوا، اختياركم لازم يكون على كريبتي الكريم اكزيكيوتور. باش نوريكم كيفاش يخدم هالوبسيون هذي. نستنى باش نفسخ هذي، بعد باش نشوف علاش فسختها. سي نقولو انتوما تعطيتو لامي نتاعكم، حد يشوف يدخل لازم تعطيو من الباس الاول. اوكي يجينا فيشي لهنا اللي فسخته انا تو، شنو هو؟ كانك عملت اكستراكسيون فيشي ورار، هذا فيشي ورار معناها قبل اكستراكسيون وهذا بعد الاكستراكسيون. فيشي
هذا نعمل سكرينات. إذا أنتم خايفين لا تنسوا مود باس ولا كذا، تحبوا مود باس زي ما في جيبكم في كارت ميموار كذا، لازم تختاروا كليه في شيء كليف. أوكي لازم تختاروا هذي في شيء كليف فيها السيريال كي. في شيء هذا لازم تحطوه في البي سي، لازم تحطوه في كارت ميموار، لازم تحطوه في كلي يو اس بي، لازم تحطوه تحبوا مير بيكم عليه لايف يا خاطر اذا ضاع هو الفيشي نتاعكم ماشي تحب. تعمل كريبتي اول ما تدخل مود باس جيست تدخل هذا برك معناها، تعمل براوزر تختار لومبلاسمون تاع الفيشي نتاعك تختاره وتقرص على اوفرير. اوكي الفيشي نتاعي يولي كريبتي دونك وما عادش يتحل كان بالسيريال الموجود لهنا. كيف كيف تعاود البراوزر اذا تحب تحلو والا اذا تحب تعملو ديكريبتي الزوز مطلوبين. تعمل اوفير اوكي ويتحل في شيء بتاعكم. كيف كيف تحب تعملو ديكريبتي لازم في شيء يكون موجود ما ضيعوش في بالكم عليه وفري. اوكي يرجع الفيشي كيما هو. كيف كيف الكري كريبتي كري يجي تعمل كيف كيف كلهم ياخذوا نفس البرانسيب عندكم هذا. دونك ربيكم تضيعوه. ان شاء الله يكون عجبكم التوتوريال هذا عن الخدمه تاع الكريبتاج والبروتكسيون، ان شاء الله تنفعكم. جست نحب نعمل ملاحظة صغيرة، إذا كنتوا حاجتكم أي تيتوريال مثلا سوني فيغاس افتر افكت فوتوشوب أي حاجة حاجتكم بها تفضلوا ابعثوا لنا دي ميساج على الباج قولوا لنا رانا حاجتنا تيتوريال كذا كذا، إن شاء الله نحطو لكم تيتوريال حاجتكم بيه وإن شاء الله نلبكم رغباتكم. كيف كيف أي حاجة تصعب عليكم تفضلوا ابعثونا دي ميساج نجاوبوكم بحول الله. إن شاء الله يكون عجبكم التيتوريال وموقع كان. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وفي أمان الله.